اش غنقول لكم؟ الحمد لله كانت مباراه، راه نتوما كما كتشوفوا مباراه صعبه بزاف، وكنا الحمد لله بيان اورغانيزي بالنسبه للفريق سيدي قاسم، فريق كبير وداركنا الموقف ولعبنا كورتنا، وكما شتي راه المقابله جات مزيانه والحمد لله. شوف الحمد لله على كل شيء، فريق رجاء كبير والمستوى اللي ظهرنا مع فريق الرجاء بهذا المستوى راه الحمد لله كل شيء مزيان. حسيتوا بالفرق اليوم؟ لعبتوا مع فريق متصدر البطوله القسم الاول؟ ما حسينا بلا فرق لا والو. كره كما كنقولوا حنا بلغه الكره، وما عندهمش ترجلين وحنا عندنا ترجلين، لعبنا كورتنا جاب الله التيسير، ربحونا. هذه هي الكره، كره فيها ربحات خسران تعادل، المهم ما نزلناش يدينا حتى لاخر نفس، والحمد لله من خرجوا اللعابه سالمين. وانت عارف الضغط ديال الرجاء، كيلعبوا حتى هما السبت الاربع وحنا 15 يوم السبت الاربع، راه ضروري كيكون شويه العياء لكلا الفريقين.